بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثالث، أهلا بكم ومرحبا في درس من دروس مادة الإعداد 5، وهو تكملة درس الدوال الرئيسية اللي هي الدوال الأم. النهاردة هناخد الانسحاب للدوال الرئيسية. عندي نوعين من الانسحاب، عندي انسحاب رأسي للدالة وعندي انسحاب افقي للدالة. يبقى عندي كم نوع الانسحاب؟ عندي انسحابين، انسحاب رأسي للدالة وصورة الدالة في هذا الانسحاب بتكون اف اكس زائد كي. الدالة بتكون على الصورة اف اكس زائد كي، وبالتالي هنا بنقول ان الدالة يوجد لها انسحاب الى اعلى. اما اذا كانت الدالة على الصورة اف اكس ناقص كي، اف اكس ناقص كي، يوجد انسحاب لاسفل مقداره كي. يبقى الداله على صوره الانسحاب الراسي لها صورتين، اما انسحاب راسي الاعلى مقداره كي او انسحاب راسي الاسفل مقداره كي. والداله في هذا الانسحاب الراسي بتكون على الصوره اف اكس زائد كي ان كانت الاعلى، والداله بتكون على الصوره اف اكس ناقص كي ان كان الانسحاب لايه؟ لاسفل. الانسحاب الثاني اللي هو الانسحاب الافقي. الانسحاب الافقي يوجد صورتين للداله في الانسحاب الافقي. فاذا كانت الداله على الصوره اف نفتح قوس اكس ناقص كي، خلي بالك هنا نفتح قوس، اذا كانت الداله على الصوره اف نفتح قوس اكس ناقص كي، يبقى يوجد انسحاب الى اليمين مقداره كي. يبقى اذا كانت الداله على الصوره اف نفتح قوس اكس ناقص كي بالناقص، يبقى انسحاب الى اليمين. اما اذا كانت الداله على الصوره اف اكس زائد كي، يبقى انسحاب الى اليسار مقداره كي. والانسحاب الى اليمين او الانسحاب الى اليسار، نلاحظ ان يوجد الاكس ناقص كي تكون بداخل قوس، والاكس زائد كي يكون داخل ايه؟ قوس. طيب ناخد مثال يقول لي استعمل منحنى الداله الرئيسيه الام اف اكس بتساوي القيمة المطلقة الاكس لتمثيل كل دالة من الدول الآتية. أنا عندي دالة اف اكس بتساوي القيمة المطلقة الاكس، دالة القيمة المطلقة. طيب هنشوف بيقول لي ايه هنا في المثال. اوجد الدالة جي اكس بتساوي القيمة المطلقة الاكس زائد 4. اوجد عايزين نمثل الدالة جي اكس بتساوي القيمة المطلقة الاكس زائد ايه؟ 4. عايزين نشوف الدالة على اي صورة. نلاحظ ان الدالة جي اكس بتساوي القيمة المطلقة الاكس زائد 4 على الصورة اف اكس زائد كي، اللي هي على الصورة اف اكس زائد ايه؟ كي. يبقى هي على الصورة ايه؟ الاولى انسحاب لاعلى. يبقى هنا يوجد انسحاب لاعلى قدره كام؟ واحد. الكي هنا بكام؟ هنا الكي ب 4، فيوجد انسحاب لاعلى قدره 4 وحدات. 4 وحدات لايه؟ لاعلى. نشوف الداله بتاعنا، ادي داله القيمه المطلقه. رسمنا الداله الام اللي هي اف اكس بتساوي القيمه المطلقه الاكس تمثل بيانيا على شكل حرف في. دي الداله، داله القيمه ايه؟ المطلقه. طبعا بعد كده هنرسم الداله جي اكس اللي هي على الصوره الاولى انسحاب راسي قدره 4 وحدات. نعد هنا من 0، 1 2 3 ايه؟ 4. وكده نحاول نرسم الداله بتاعنا على ايه؟ يبقى هي دلوقتي على الصوره اف اكس زائد ايه؟ كي. وبالتالي هنبدا نعد 4 وحدات ونرسم منحنى الداله جي اكس الاعلى قدر 4 وحدات. نعد كده 0، 1 2 3 4. يبقى هنا المنحنى الاحمر بيمثل الداله جي اكس بتساوي اكس القيمه المطلقه الاكس زائد 4، معناها انسحاب الى اعلى او انسحاب راسي الى اعلى قدره 4 ايه؟ وحدات. طيب السؤال رقم بي يقول استعمل منحنى الداله الرئيسيه اف اكس بتساوي القيمه المطلقه الاكس لتمثيل الداله جي اكس بتساوي القيمة المطلقة الاكس زائد 3. نلاحظ ان هنا الاكس زائد 3 داخل
قوس القيمة المطلقة، بنشوف هذه الدالة على أي صورة من الصور الأربعة؟ نلاحظ أن هذه الدالة على الصورة الرابعة، على الصورة الرابعة، يعني انسحاب انسحاب أفقي، انسحاب أفقي إلى اليسار، انسحاب أفقي إلى اليسار قدره 3 وحدات. يبقى دلوقتي عشان أمثل الدالة جي إكس بتساوي القيمة المطلقة إكس زائد 3، عايزين نشوف هذه الدالة على أي صورة من الصور الأربعة. نلاحظ أن هذه الدالة تقع بتأخذ الصورة الرابعة، وهي انسحاب أفقي قدره 3 وحدات إلى إيه؟ 3 وحدات إلى الإيه؟ إلى اليسار. هنرسم دلوقتي الدالة بتاعتنا. هنا الدالة الأم. يبقى أنا دلوقتي برسم الدالة الأم اللي هي الدالة اف اكس، اللي هي دالة القيمة المطلقة، دي دالة الأم اللي هي الدالة اف اكس. بعد كده عد 3 وحدات إلى اليسار، انسحاب أفقي وليس رأسي، انسحاب أفقي قدره 3 وحدات إلى اليسار، 1 2 3. نيجي هنا كده قلنا رسمين الدالة جي اي جي اكس 3 وحدات إلى ايه؟ اليسار. نشوف الدالة كده، رسمنا الدالة اهوت 3 وحدات إلى اليسار، الدالة جي اكس اللي هي اللون الأحمر. نعد كده 0 1 2 3، وكده قدرنا ان ايه؟ ان نمثل الدالة جي اكس. يبقى أول حاجة بحدد ايه؟ الدالة على أي صورة من صور الانسحاب. نلاحظ ان الدالة جي اكس على الصورة الرابعة اللي هي صورة الانسحاب الأفقي. ليه؟ لأن قيمة الإكس زائد 3 دخلت بين أقواس القيمة المطلقة، يبقى ليست على الصورة الأولى وليست على الصورة الثانية وليست على الصورة الثالثة، لأن الصورة الثالثة بالسالب، لكنها تقع على الصورة الرابعة، وهو انسحاب أفقي قدره 3 وحدات إلى إيه؟ إلى اليسار. نشوف مسألة أخرى. هنا استعمل منحنى الدالة الرئيسية الأم اللي هي اف اكس بتساوي القيمة المطلقة الاكس لتمثيل الدالة جي اكس بتساوي القيمة المطلقة الاكس ناقص 2 سالب 1. نلاحظ ان هنا يوجد انسحابين. لو كنا بدأنا من سالب واحد، هلاحظ ان السالب واحد على الصورة الثانية، سالب واحد على الصورة ايه؟ الثانية. أو لو جينا بدأنا بالقيمة المطلقة لإكس ناقص 2، نلاحظ إن الدالة تأخذ الصورة الثالثة اللي هو انسحاب أفقي قدره، انسحاب أفقي إلى اليمين قدره كم وحدة؟ قدره وحدتين. فأنا ممكن أبتدي هنا وأقول إن الدالة بتاعتنا تنسحب انسحاب أفقي إلى اليمين، يبقى الصورة بتاعتنا ديت بتأخذ الصورة الثالثة. طب نعد هنا 1 2 إلى اليمين، ثم انسحاب رأسي إلى أسفل، إلى أسفل لأنها بتاخد الصورة الثانية. يبقى دلوقتي الدالة جي إكس بتساوي القيمة المطلقة الإكس ناقص 2 سالب 1، بتاخد صورتين، صورة انسحابين. الانسحاب الأول اللي هو انسحاب وحدتين، بتاخد الصورة الثالثة، انسحاب أفقي وحدتين إلى اليمين، ثم انسحاب بتاخد الصورة الثانية، انسحاب رأسي إلى أسفل قدره وحدة إيه؟ واحدة. هنشوف الدالة بتاعتنا دلوقتي. العملية سهلة جدا، ما فيش أي مشاكل. طبعا نرسم الدالة الأم بتاعتنا. هذا الدالة الأم اللي هي الدالة إف إكس بتساوي القيمة المطلقة لإكس، ثم أعد 1 إلى اليمين، ثم 1 إلى إيه؟ إلى أسفل، وبالتالي قدرت أمثل الدالة مين؟ الدالة جي اكس. طيب انا خدت 1 الى اليمين، 1 الى اليمين اهو، ده 1 2، دي الانسحاب الاول اللي هو الصورة الثالثة، ثم انسحاب الى اسفل، هنا انسحاب الى اسفل اللي هو الصورة الثانية قدره واحدة، وبالتالي قدرت استطيع ان امثل الدالة جي اكس بتساوي القيمة المطلقة الاكس ناقص ايه؟ 2 سالب ايه؟ 1. يبقى الخلاصة في الكلام هنا ان انا هنا في انسحابين. اول حاجة بشوف صورة الدالة، بتاخد اي صورة من الصور الاربعة. انا عندي 4 صور الانسحاب، عندي صورتين الانسحاب الرأسي
وعندي صورتين انسحاب افقي. نلاحظ ان الداله جي اكس بتساوي القيمه المطلقه، القيمه المطلقه الاكس ناقص 2. دي الصوره الاولى، دي بتاخد الصوره الثالثه للداله، الصوره الثالثه للداله اللي هو انسحاب الى اليمين قدره كم وحده هنا؟ قدره وحدتين. خدت انسحاب الى اليمين قدره وحدتين. ثم هنا في صوره ثانيه هي سالب واحد لحالها، سالب واحد هنا، يبقى بتاخد الصوره هنا ايه؟ الصوره الثانيه انسحاب قدره، انسحاب الى اسفل قدره ايه؟ وحده واحده. وبكده يبقى درسنا انتهى، اللي هو صوره الانسحاب. ويوجد عندي صورتين الانسحاب، عندي صورتين انسحاب، انسحاب راسي وانسحاب ايه؟ افقي. الانسحاب الراسي له صورتين، الاعلى اذا كانت الكي موجبه بتبقى تاخد اف اكس زائد كي، وانسحاب الى اسفل صورته صوره الداله اف اكس ناقص كي. عندي انسحاب افقي وصول الى اليمين وانسحاب افقي الى اليسار. صوره الداله في الانسحاب الافقي الى اليمين اف اكس ناقص كي بين قوسين، اما اذا كان على اليسار اف اكس زائد كي بين قوسين. تمنيت لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.